إلى الشأن الفلاحي، شرعت السلطات الولاية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة وتطبيقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الفلاحة في عملية إحصاء الأراضي غير المستغلة وإعادة استرجاعها للمساهمة في تطوير القطاع الفلاحي بالولاية، أين ستتم إعادة توزيعها على مستحقيها الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. التفاصيل مع عبد الناصر جلالة. رانا نديرو في عملية كبيرة، عملية تطهير، عملية تنظيف، عملية تطهير القطاع من الطفيليين، من الناس الدخالة على الفلاح، وتمت العملية بصفة كبيرة واسترجعنا عدة هكتارات اللي راح إن شاء الله في المستقبل القريب نوزعها على أصحاب المشاريع الاستثمارية الصغيره والكبيره في ميدان الفلاح. بالنسبه للاراضي اللي راهي مهمله، هناك قوانين راح نطبقوها. بالبدايه كنا في فترات تحسيسيه لمرافقه الفلاح، ولكن شفنا بعض الفلاحين اي مستفيدين، باش ما نقولش فلاحين، مستفيدين اللي ما باشروش وما خدموش الارض تاعهم. هذو رانا احنا باشرنا في عمليه الاسترجاع، وكان حوالي 100 هكتار قمنا باسترجاعها، راح نمدوها ان شاء الله على القريب العاجل ان شاء الله.